سبب تغيير اسم محمد صلاح من نادي الزمالك الى اسم عصام مرعي لاعب الزمالك السابق. الموضوع جه ازاي؟ نادي الزمالك صرح في تصريحات او جريده الزمالك بتقول ايه بقى، بتقول لك ان النادي شايف ان محمد صلاح مش ابن من ابناء النادي، وده الحاجه الاولانيه او السبب الاول اللي يخلي الاسم يتغير. طيب السبب الثاني قال لك علشان ما استاذنوش محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني بخصوص انهم يحطوا اسمه على حديقه من حدائق نادي الزمالك، فعلشان كده خايفين لا محمد صلاح يرفع قضية عليهم أو أي حاجة تحصل من هذا القبيل. ده كان القصة بتاعة تغيير اسم محمد صلاح من نادي الزمالك. اكتب رأيك في تعليق واشترك في القناة وفعل زر الجرس.